يعكس التصميم العملي والأناقة التي تتميز بها سيارات مرسيدس بنز العدد الذي لا يحصى لساعات العمل التي يقضيها مهندسي الشركة الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال صناعة السيارات. إننا في مرسيدس بنز نود أن تتمتع برحلة ممتعة وآمنة أثناء قيادتك، ولأجل هذا السبب نريد أن نقدم لكم بعض المعلومات حول العدادات ودليل المالك المثبت في السيارة. فمن شأن المؤشرات مثل تلك التي توضح انخفاض مستوى السوائل والزيوت وضغط الهواء في الإطارات، في أن يحيطك علما بما يتعين عليك توفيره من الرعاية اللازمة لسيارتك قبل بدء رحلتك لتوفير المزيد من الراحة والأمانة يمكن الوصول إليه باستخدام جهاز التحكم في القيادة. يمكنك الحصول على جميع المعلومات من مؤشرات لوحة العدادات وشاشة العرض متعددة الوظائف. أما قسم العمليات فيوجد به كافة المعلومات الميكانيكية، ومنها قياس مستويات السوائل وأنظمة الفرامل والإطارات ومختلف التوصيات بشأن الحمولة القصوى والقيادة خلال فصل الشتاء والأحوال الجوية السيئة. إضافة إلى ذلك يحتوي دليل المالك على إرشادات عملية ومعلومات حول كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ففيه سوف تجد مجموعة من الاقتراحات لما يجب القيام به في حالات الأعطال وتحديد مواقع الأدوات الخاصة، وكذلك التعليمات المناسبة حول كيفية سحب المركبة. وللمزيد من المعلومات تواصل مع وكيل مرسيدس بنز المحلي أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mercedes-benz.co.com.